هو 16 ديسمبر 8 ايام لكريسماس بعد في بس شو مخبينا سانتا لليوم خلينا نشوف شو في عنا من سانتا في عنا 50% ديسكاونت على عسل جينجر يعني العسل كتير مفيد لحاله والجينجر كمان مفيد كيف تأز عملنا انفيوجن مع بعضهم جينجر مع عسل خلطة من الجار هاني كتير كتير طيبة مفيدة وخاصة هلأ بالشتاء بتقوي جهاز المناعة ومنيحة للزعيم فكتير مهمة هلأ ناخدها بالشتاء وكيف تأز في عليها 50% ديسكاونت من هلأ ل 24 ديسمبر لحقوا حالكن عملوا اوردر هلأ على الانستا على الفيسبوك او على الواتساب حطوا البرومو كود كريسمس جار والف مبروك بنص حقها يلا ميري كريسمس and see you tomorrow